سنة وانتم طيبين طبعا. كل سنة ودوت مصر طيبة وبخير وبسعادة ورمضان كريم عليكم. رمضان طبعا يعني ايه شهر كريم، كل واحد بيبقى ليه طقوس معينة. بصحى الصبح طبعا، انا عندي برنامجي صباح الورد، فبصحى بدري جدا الساعة 7 الصبح، بنزل من البيت عشان بيبقى عندي هوا في رمضان من 10 ل 12. بخلص البرنامج برجع اصلي، انا مش شويه اصحى مع العيله بقى، الفطار والسحور، ويعني اليوم بيتقضى كده. غير بقى في ايام طبعا بتبقى مع صحابي بقى، معزومه على فطار، معزومه على سحور، بس يعني اكتر حاجه ببقى مداومه عليها في رمضان الصلاه والقران. يعني في رمضان بنبقى مع بعض يعني بنبقى كأسرة واحدة مع بعض، بنتخانق على المسلسلات، مين هيشوف ايه مين مش هيشوف ايه، بنقعد نتناقش اكتر مين عاجبه المسلسل كذا، لا انا رأيي ان الفنانة الفلانية احسن، لا المسلسل ده احلى، بيبقى فيه شوية خناقات ما بيننا وما بين بعض. في العيد بقى كأسرة كلنا مع بعض بنسافر، يعني اكتر الوقت في العيد بنسافر. في مسلسلات كتير، القيصر طبعا للنجم يوسف الشريف عبقري، فوق مستوى الشبهات للنجمة يسرى جامد جدا، سقوط حر نيلي كريم، الميزان غدا عادل، في مسلسلات كتير، الأسطورة محمد رمضان، يعني في كذا مسلسل حلوين، بس يعني يمكن دول اهمهم او اكتر مسلسلات اللي انا متابعاها. يعني